قسم هندسة تقنيات الحاسوب، المرحلة الثالثة، تصميم منظومات الزمن الحقيقي، Real Time Systems Design RTS. Real Time Systems Design Laboratory Experiment No. 11 Serial Communication Interface 8251 USART فاضل محمد علي صالح. مختبر تصميم منظومات الزمن الحقيقي، تجربة رقم 11 Serial Communication Interface، الربط الاتصالات المتوالي 8251 USART Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter 8251. محاضرة اليوم تشمل المحاور التالية: مقدمة عن الـ Serial Communication Interface، تجربة عن الـ Serial Transmitter الإرسال المتوالي، Serial Receiver الاستلام المتوالي، Serial Transmitter Receiver الإرسال والاستلام المتوالي. المحور الأول Introduction، مقدمة إلى الإرسال المتوالي. هذا هو المخطط الكتلي بلوك دايجرام لل USART 8251. مثل ما شرحنا بالمحاضرة النظرية السابقة، يتكون من 5 أجزاء رئيسية. الجزء الأول أو القسم الأول هو المرسلة ترانسميتر، الجزء الثاني هو جزء أو قسم الاستلام الريسيفر، القسم الثالث هو الداتا باس بفر، القسم الرابع هو الريد رايت كنترول لوجيك، وأخيرا القسم الخامس والأخير هو المودم كنترول. مثل ما قلنا هذا هو الـ USART، يتكون من 5 أجزاء أساسية، ويكون الباكج مالته DIP Dual Inline Package 28 بن. الربط مالته راح نستخدم طريقة مع المايكرو بروسيسور 8086 في هذه التجارب اليوم، نستخدمه في طريقة الـ IO Map اللي راح نربطها الأطراف الأساسية اللي نحتاجها في تجارب اليوم، هي الداتا باس، يربط إلى الداتا باس، وعندنا الريسيت والكلوك، ثم عندنا الريد والرايت راح ناخذها عن طريقة الـ IO read IO write cycle، وثم عندنا الكنترول داتا راح نربطها إلى A1، وثم عندنا الشيب سيلكت راح نربطه الى العنوان الحدد بالتجربه، ثم عندنا الجراوند والكلير تو سند نشرتها للجراوند، واخيرا عندنا نحتاج الكلوك بالنسبه للريسيفر او ترانسميتر حسب التجربه، نربطها الى فانكشن جنريتر او بلس جنريتر او تايمر او اي مولد اشاره اخر، واخيرا عندنا التي اكس دي والار اكس دي نربطها حسب حاجة، بيانات الإرسال وبيانات الاستلام. البرمجة بالنسبة للـ USART باختصار هي حكيناها في المحاضرة السابقة، يبرمج الـ USART عن طريق الـ 3 Control Word. أول وحدة نسميها الـ Mode Instruction Format اللي نحدد من خلالها البود ريت، ونحدد الـ Character Length والـ Parity Control، وثم الـ Number of Stop Bit، هاي نحددها من خلال الـ Mode Instruction Format. طبعا بعدها شن نحدد؟ نحدد الـ Command، الـ Command Instruction حدد لنا الـ TX Enable، الـ DTR والـ RX Enable والـ Set Break والـ Error Reset والـ RTS Enable والـ Internal Reset و Enable Hunt Mode مثل ما شرحناها في المحاضرة السابقة. ف
فنحدد هنا عندنا الكوماند وورد حسب الحاجة إيش نحتاج نبرمجها مثل ما راح نشوف البرنامج ونبرمج الكوماند وورد بعد المود ريجستر. أيضا عندنا الستاتس ريجستر. ستاتس ريجستر هي عبارة عن تي اكس ريدي ار اكس ريدي دي 0 دي 1 قلنا أهم 2 بتس هذني الاثنين الأولى تحدد لنا تي اكس ريدي والار اكس ريدي. ثم عندنا تي اكس ام تي وثلاثة من دي 3 ودي 4 دي 5 هي الايرور بارتي ايرور اوفر ران ايرور وفريمينج ايرور. ثم عندي الاقرا السينكرونس ديتكتر من خلال دي 6 والدي اس ار داتا سيت ريدي من خلال دي 7. هذه بالحقيقه مراجعه سريعه للربط وبرمجه اليو اس اي ار تي اللي راح نبرمجها ونربطها حسب الحاجه بالتجربه. محور الثاني راح ناخذ تجربه على السيريال ترانسميتر. سيريال ترانسميتر يعني الارسال المتوالي. راح نسوي تجربه نربط تجربه نربطها عمليا ونشغلها ونقوم بارسال بيانات من خلال السي بي يو نرسلها الى التيرمينال عن طريق اليو اس اي ار تي. طبعا هذا البرنامج هو اللي شرحناه بالمحاضره. قلنا اكتب برنامج رايت بروجرام ذات ترانسفير ذا مسج. عندنا مسج اي مسج مهما تكون هنا انا كاتبين ذا بلانت ايرث تنتهي بدولار. طبعا انا بالتجربه اي شيء تكتب اكتب اسمك او اي شيء تريد تكتب اي مسج تحملها بالميموري مالت السي بي يو ومن ثم نقوم بارسالها عبر اليو اس اي ار تي الى التيرمينال بالاتصالات المتواليه. The dollar indicates the end of the message. هاي نهاية المسج نحددها هنا بعلامة دولار ساين. Use the data format and the baud rate of example سابق. اوكي ينطينا هنا نحدد نقدر نحدد المود والكوماند وورد. البرنامج طبعا اول ما نكتب البرنامج هو نحدد المسج نحدد لها موقع بالذاكرة مثل ما خلينا الليبل هنا عنوان داتا دي ديفاين بايت ونكتب المسج ومن ثم نسوي الدمي لود الخطوة الأولى نحمل الاكيوميليتر بزيرو نخرجها 3 تايمز ثلاث مرات نطلعها للكوماند ريجستر. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نسوي انترنال ريسيت من خلال تحميل الاكيوميليتر ب 40 هكسا ونحملها إلى الكوماند أو الكنترول ريجستر. الخطوة الثالثة نحمل المود ريجستر نكتب نحدد البود ريت واللينث والبارتي والستوب بت فنحدد بهذا المود وورد ثم نحملها الى المود ريجستر. الخطوة الرابعة بالتهيئة كلها انيشياليزيشن نهيئ الكوماند وورد نكتب الكوماند وورد ومن ثم نحملها الى الكنترول ريجستر. ندخل بالبرنامج الرئيسي هنا نحمل نسوي فد بوينتر اللي هو بالاس اي نحمله بداية العنوان مال المسج ونهيئ لوب تبدأ بي 1 هاي لوب نقرأ الستيتس ومن ثم نشيك الستيتس هل انه عندي ترانسميتر ريدي اور نوت ريدي اور بيزي من خلال هذه الكوماند. نبقى باللوب الى ان يكون عندي الترانسميتر ريدي. اوكي اسحب اول كاركتر من المسج الى الاكيوميليتر واقارنه مع اخر لتر من المسج هل هو دولار لو لا. اذا كان دولار يعني انتهت المسج واذا كان غير ذلك فمعناته انه اسوي ارسال. اوكي بعد الكومبير اقول اوت اي ال هذا الكاركتر اللي سحبته من الميموري خرج لي الى الداتا ريجستر. اليو اس اي ار تي هنا يقوم بارسال هذا الكاركتر الى التيرمينال. انكريمنت اس اي انتقل للكاركتر الثاني وارجع اعيد اللوب مره اخرى واعيده الى ان اوصل الى اخر كاركتر بالمسج اللي هو دولار.
فمن يشيك هنا يشوف دولار يخرج من اللوب وينتهي البرنامج. هذا هو البرنامج اللي كتبناه باختصار. طبعا راح ننتقل الآن إلى الدائرة العملية، نربطها ومن ثم نشوف شلون نشغلها. هذه عندنا الدائرة اللي هي نشغلناها كسيريال ترانسميتر. شلون ارسم الدائرة؟ طبعا ما هي مكوناتها؟ طبعا احتاج هنا من كومبوننت في هذه الدائرة، راح ابدي اسحبها الكومبوننت ومن ثم ارسم الدائرة. اول شيء احتاج المايكرو بروسيسور الـ 8086، هذا هو الـ 8086 مايكرو بروسيسور. احتاج ايضا الـ 8251 الـ USART، هذا هو الـ USART. ثم احتاج اللاج، هذا هو احتاج اسحب اللاج، احتاج اللاج. ثم احتاج اسحب الديكودر للادريس، اسوي به العناوين الشيب سيلكت، احتاج ادي هذا هو الشيب سيلكت، احتاج اسحبه. ومن ثم عندي اي سيات اخرى، مثلا عندي الاور جيت احتاجها لللوجيك، احتاج لبعض اللوجيك، احتاج عدد من عندن، احتاج الانفرترات ايضا، اسحب انفرترات حسب الحاجة عندي هنا. وهذا تقريبا كل اللي احتاج. ايضا عندي شغلة اساسية هي التيرمينال الفيرتشوال، اسحب هنا عندي الفيرتشوال تيرمينال. هذه هي السيريال تيرمينال الفيرتشوال تيرمينال اللي بيها ترانسميتر وريسيفر، راح اربطها مع الدائرة. هذه هي الكومبوننت الاساسية، راح ابدي ارتبهن، طبعا ارتبهن وبالتالي ابدي اربط الدائرة جزء جزء. بهالطريقة ارتب الكومبوننت، ارتب الكومبوننت ومن ثم ابدي اسوي التوصيلات كأنما عندي بريد بورد حقيقي واسوي التوصيلات. هذه هي شكل الدائرة بعد ما اكملت التوصيلات المطلوبة للدائرة حسب ما انا راسمها على، طبعا اول ما ارسمها على ورقة الدروينج اسوي لها المخططات التصميمية الهاردوير، ثم انقلها اما على بريد بورد بوايرات وكومبوننت حقيقية فيزيكال، او ارسمها على البروتوس واقوم برسم الدائرة كأنما على بريد بورد. راح تكون عندي الدائرة بهذا الشكل. هذا هو عندي اول جزء المايكرو بروسيسور الـ 8086، هذا هو المايكرو بروسيسور 8086 هنا عندي، وهنا اللاتش 373، طبعا 74373 لاتش، هذا اللي اطلع محصل من عنده الادريس بس. ثم عندي اليو اس اي ار تي، هذا هو عندي هنا اليو اس اي ار تي، اوكي اللي هو 8251. وعندي هنا الفيرتشوال تيرمينال، الربط راح اربط عليه ربط متوالي، الشاشة طرفية الافتراضية. عندي هنا الديكودر للشيب سيلكت، وهنا اولد الدائرة اللي اولد من خلالها الاي او ريد والاي او رايت ماشين سايكل. الان اذا اجي اشوف الربط مالت اليو اس اي ار تي، هذا هو الربط هنا عندي اليو اس اي ار تي، طبعا مثل ما قلنا خمسة اجزاء يتكون، ترانسميتر وريسيفر وداتا باس وكنترول ومودم. هاي الداتا باس اول ما راح اربط الداتا باس الى الادريس داتا باس اوف ذا سي بي يو، نربطته اوكي. ثم عندي اربط الكنترول باس، هذا الريسيت
عندي الريسيت وعندي الكلوك تاركه والسي دي كنترول داتا الى اي 1 ومن خلال ثم عندي ربط الرايت والريد الى اي او ريد واي او رايت اللي ولدتها من السي بي يو. طبعا مين تتولد هذه؟ اولدها من الرايت والريد والميموري اي او ولدها. عندي الاي زيرو طبعا هنا انا ما خليته ويا هذه، خليته ويا ديكودر اي زيرو، اي وان ربطته الى الكنترول داتا. هاي بالنسبه للكنترول بس. يبقى تشيب سلكت وانا ما سويت عنوان، حددت عنوان للتجربه للبورت هذا اليو اس اي ار تي وربطته الى ديكودر وثم الى وياها طبعا العناوين كملتها العنوان الى الشيب سلكت. ايضا عندي من جهه الترانسميتر والريسيفر ربطت التي اكس دي الى الار اكس والار اكس دي الى التي اكس اوف ذا تيرمينال. اخيرا هنا عندي احتاج التي اكس كلوك والار اكس كلوك ربطتهن الى كلوك اكسترنال كلوك مصدر خارجي. هذا هو الربط الكامل الهاردوير مثل ما شفنا في المخطط السابق. هذا الرسم هنا تخطيط أو التوصيلات الحقيقية لهذه الدائرة هي ومكوناتها والتوصيلات. طبعا عندي هنا اللاتش، استخدمت للأدرس لاتش إنيبل والأوتبوت إنيبل، هذا هو اللاتش طبعا. أوكي، هذا بالنسبة فيما يخص جزء الهاردوير. طبعا السوفتوير كتبته مثل ما شفنا بالبرنامج اللي عرضناه قبل قليل، السوفتوير البرنامج، لكن أنا طبعا غيرت الرسالة، قلنا كل من يكتب كيفه، أنا هنا كتبت اسمي خلال هذه الرسالة اللي راح أدزها من خلال التي اكس دي إلى السيريال تيرمينال. أوكي، الآن ورا ما كملت البرنامج وسويت له كومبايليشن حولته إلى الهكسا كود، أحمله إلى 86 مايكرو بروسيسر CPU. كملت كل شيء، الآن أجرب الدائرة وأشغلها وأشوف المسج شلون راح تنتقل لي من خلال السيريال. شغل الدائرة من هنا، شغلت الدائرة وهذه هي الفيرتشوال تيرمينال. طبعا الرسالة تم إرسالها، كتبت اسمي هنا أنا بالسيريال واندزت الرسالة من خلال الـ TXD إلى الـ RXD of the terminal من خلال الاتصال المتوالي. أوكي، هذه التجربة اللي حكيناها بالمحاضرة السابقة النظري، واليوم سويناها تطبيق عملي. أعيد التجربة مرة ثانية، أوقف هنا التجربة وأرجع نشغلها مرة أخرى. شوف هنا بيانات CPU والرسالة شلون يتم إرسالها من خلال CPU إلى USART وثم إلى السيريال إلى الفيرتشوال تيرمينال من خلال السيريال كوميونيكيشن. المحور الثالث سيريال ريسيفر، المستلم المتوالي أو الاستلام المتوالي سيريال ريسيفر. طبعا هذه هي التجربة، الربط الدائرة للسيريال ريسيفر. المكونات تقريبا نفس المكونات مشابهة للتجربة السابقة. تتكون الدائرة من CPU 886 مايكرو بروسيسر ولاتش ودائرة لتوليد المشين سايكل IO read و IO write. ثم عندي هنا ديكودر للشيب سلكت للبورت اليو اس اي ار تي، وعندي ايضا ضفت بورت اخر
output port واحتاج له صممت له ايضا ديكودر للادريس لهذا البورت وخليت له عنوان اخر يختلف. هذا البورت سنشوف شنو فائدته. طبعا ايضا عندنا الفيرتشوال تيرمينال. هنا عندي التجربة راح اكون السي بي يو راح يستلم بيانات عن طريق السيريال، راح اقوم بالبرنامج لكتبه. البرنامج راح شلون يكون هنا فكرة مختصرة. من خلال الفيرتشوال تيرمينال راح ارسل كاركتر، ادز كاركترات، ادز كاركتر الى اليو اس اي ار تي اللي بدوره يدزها الى السي بي يو. طبعا السي بي يو راح يقرا هذا الكاركتر ومن ثم يعرض لي اياه كاسكي كود، يعرض لي اياه على البورت اللي ضفته، خليت عليه 8 لدات حتى اقرا ال 8 بتات اوف ذا اسكي كود اللي مال الكاركتر اللي راح ارسله من السيريال. بالبرنامج طبعا الكاركتر اللي استلمه من السيريال تيرمينال او الفيرتشوال تيرمينال ومن ثم اعرضه على البورت الاكسترنال بورت على اللدات. يعني اذا ادز منها زيرو بالاسكي راح اسوي له انكريمنت فيظهر لي هنا واحد، اذا ادز واحد راح يظهر لي اثنين، اذا ادز اثنين يظهر لي ثلاثه، اذا ادز حرف اي كابيتال يدز لي بي كابيتال اضيف له واحد بالاسكيات حسب الجدول. اذا اضيف مثلا بي سمول يطلع لي هنا سي سمول. طبعا هنا احتاج اشوف عندي الجدول ان شاء الله نشوف مال الاسكيات. اوكي طبعا الربط هنا عندنا ربط الدائره بالسي بي يو مشابه للتجارب السابقه وثم اللاتش ايضا وعندي دائره قلنا التوليد الاي او ريد والاي او رايت ومن ثم عندي الديكودرات واليو اس اي ار تي. عندي هذا اليو اس اي ار تي نفس الطريقه السابقه ربطها بس هنا راح استخدمه كريسيفر وليس كترانسميتر. وعندي البورت الخارجي اكسترنال بورت سويت له ادريس وديكودر وايضا راح اشوف شلون راح يطلع الاوتبوت. راح ابدي هنا البرنامج طبعا مشابه تقريبا البرنامج السابق ولكن من بدال ما اني ادس كاركتر اني راح اقرا كاركتر من الداتا ريجستر اوف ذا يو اس اي ار تي. راح اقرا الكاركتر اخذنا بالاكيوميليتر واعرضه على الاوتبوت بورت اللي ضفته حتى ينعرض لي على اللدات. الان راح اشغل التجربه واشوف هنا هذه هو الفيرتشوال تيرمينال. ظهر عندي الان الفيرتشوال تيرمينال فراح ابدي مثلا راح اول شيء عندي اعرض كيبورد راح اضغط على زيرو زيرو كي. ضغطت على زيرو بالنسبه للفيرتشوال تيرمينال شوف ايش اظهر لي على الاسكي كود. ايش اظهر لي؟ اظهر لي 30. اوكي اظهر لي 30. اشوف الاسكي هنا عندي نشوف الاسكي طبعا هنا الزيرو هو 30. اوكي في هذه التجربة نفس الكاركتر اللي تم ارساله من التيرمينال انعرض على اللدات 30 0 الاسكي مالته 30. راح ارسل مثلا واحد 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 و30 هكسا. ارجع للاسكيات اشوفه الواحد هو 31 هكسا 31 هكسا وهكذا. ادز مثلا 2 فيصير 32 3 33 4 5 6 7 8 واخيرا مثلا 9 فصار عندي 39.
بالنسبة للتسعة. أشوف الآسكي مال التسعة، تسعة هو 39 بالآسكيات. أوكي، أنتقل الآن إلى حروف الكاركتر لترز. مثلا عندي حرف أي سمول، هنا دز عندي حرف أي دزيته من التيرمينال إلى السي بي يو ورجعت عرضته على البورت. فش عرض لي هنا؟ عرض لي 61 هكسا، هذا سمول أي. أرجع إلى الأسكي كود أشوف سمول أي هو 61 هكسا اللي عادل 95 طبعا بالدسيمال. الأي هو 61 وتستمر بالتسلسل B, C, D, E, F, G إلى أن أوصل إلى حرف Z مثل ما راح نشوف هسه. هنا أنا راح أضغط مثلا B وثم C والD والE وF, G وأستمر H, I, J, K, L. شوف كل ما دا أغير حرف هنا أنا دا أستلمه ودا أعرضه على إلى أن أوصل إلى مثلا X, Y, Z. أشوف الزد هنا اش طلع عندي بالعرض عندي، هذا الزد آخر واحد هو عندي هنا 7 و أي 7 أي. أرجع للجدول أشوف الزد حرف آخر حرف هو الزد عندي 7 أي بالهكسا. أوكي 7 أي بالنسبة للهكسا، هذه الحروف كلها السمول. إذا غيرت الكابيتال طبعا هذا الأي كابيتال هو طلع لي 41 هكسا 41. أرجع للجدول أشوف الأي كابيتال هو 41، طبعا البي 42 43 وهكذا. راح أجرب أرسل مثلا البي زاد 1 والسي ودي و E F G H I J K L وهكذا إلى أن أوصل X Y Z. مثلا الزد هسه قد قرأ لي الزد هنا أنا قرأ لي 5 أي 5 أي. أوكي 5 أي. أرجع إلى التيبل أشوف الزد كابيتال هو يا حرف الزد كابيتال هذا هو 5 أي الزد كابيتال. إذا انتقلت إلى الأقواس والعلامات الأخرى أي علامة أريد أشوفها حسب هذا الجدول راح أضغط الآن علامات. مثلا راح أخذ لا على التعيين، مثلا نشوف الزائد نشوف شقد تطلع لنا، ندور على الزائد بالجدول نشوف شقد علامة الزائد. أو هاي الزائد 2B زائد 2B. فراح أضغط مثلا الزائد وأشوف شي يطلع لي هنا. أوكي فاثنين بي هذا الزائد 2B. أوكي مثلا أخذ الهاش أو الآت، أبدي بالآت، هاي الآت مثلا طلع لي عندي 40 الآت 40 أشوف الهكسا مالتها 40 هو الآت 40. أوكي مثلا أخذ الهاش، الهاش هو 23 الهاش 23 مثلا راح أضغط هنا أنا عندي راح أضغط الهاش. أوكي فثلاثة وعشرين وهكذا الدولار ساين والبرسنتج والآن والنجمة والأقواس وأي علامة أخرى أقدر أشوفها حسب الجدول. مثلا أخذ السبيس هذا راح أضغط سبيس طلع عندي 20 سبيس 20. أنتقل إلى الآسكي للسبيس فراح أشوف الجدول مالته أنه هو بالحقيقة السبيس 20. أوكي وهكذا الكارجر تيرن وكل الأشياء الموجودة أقدر أجربهن مثلا الانتر. أوكي 13 يعني دي هذا كل ما أدوس انتر 13. أرجع للجدول أشوف الجدول ال 13 اللي هو
يعني زيرو دي بالحقيقة ومود زيرو دي. أوكي هنا عندي زيرو دي هو الزيرو دي هو الكارج ريتيرن. أوكي هذا هو الزيرو دي يعني 13 زيرو دي 13 وإذا دست سبيس طبعا يرجع لي 20 وهكذا أقدر أجرب أي كاركتر من الكاركترات من هذه الموجودة عندي في الجدول. هنا أنا عندي علامات 256 علامة تقريبا. أوكي أي واحدة أقدر أضغطها من الكيبورد تظهر لي على الشاشة. إذن التجربة باختصار هي عندي Virtual Terminal، هذه Virtual Terminal دا أستخدم الكيبورد من عندها أسوي إرسال بيانات بالسيريال ASCII كاركتر واحد واحد تندز عن طريق الـ RX of the Terminal يستلمها TXD of the USART يدز الـ CPU والـ CPU يرجع يعرض ليها على البورت الخارجي الاكسترنال بورت وتنعرض على اللدات واقدر اشيكها مع الاسكي كود اوف ذا كاركتر اي كاركتر رقم حرف كابيتال سمول العلامات كلها الاقواس السبيس اي علامه موجوده بالكيبورد لها اسكي كود. المحور الرابع سيريال ترانسميتر ريسيفر. سيريال ترانسميتر ريسيفر في هذا المحور الرابع راح نسوي ميكسينج ادز رسالة واستلمها ومن ثم ادز رسالة اخرى وهكذا يعني اسوي فد هانشيك بين السي بي يو والفيرتشوال تيرمينال من خلال اليو اس اي ار تي يعني ارسال واستلام هانشيك كامل راح نسوي تجربة بها هانشيك. طبعا هذه هي الدائرة اللي هي RX TX هنا عندي راح يكون عندي استلام وارسال بين السي بي يو وبين التيرمينال من خلال الربط اتصالات المتوالية عن طريق 8251 USART. البرنامج هو راح يكون باختصار انه انا راح ادز مسج او بالبداية من السي بي يو الى الشاشة اعرضها على التيرمينال فاقول له انا جاهز دز لي كاركتر. الخطوة الثانية انه التيرمينال ترسل لنا كاركتر الى السي بي يو. السي بي يو ياخذ الكاركتر يخزنه يقدر في موقع ما في الميموري وايضا يقدر يسوي لنا عليه عملية مثلا راح نضيف عليه انكريمنت نضيف عليه واحد نغير الكاركتر نغيره ومن ثم نعيد ارساله الى التيرمينال. فبهذا يكون عندي ارسال واستلام ومن ثم ارسال واستلام وهكذا يعني عندي هانشيك. بهالحالة طبعا ربط السي بي يو ما راح يختلف عن السابق وايضا دائرة توليد الميموري سايكل اي او ريد واي او رايت ومن ثم الديكودر للشيب سيلكت وعندي اللاتش واليو اس اي ار تي. هنا راح احتاج الطرفين طبعا الار اكس والتي اكس اثنيناتهم احتاجهم الارسال والاستلام ورابطهن الى كلوك طبعا مسوي لهم التي اكس كلوك وار اكس كلوك رابطها الى مصدر خارجي. طبعا ايضا السي دي كنترول داتا رابطها الى اي 1 وعناوين زوجية ايضا اي 0 دائما صفر حتى اخذ فقط العناوين الزوجية اللي هي اي دي يعني داتا بس من 0 الى 7 اللو بايت اوف ذا داتا بس. هذا هو الربط الدائرة والبرنامج طبعا شوية اعقد من البرامج السابقة لان بي ارسال و ارسال واستلام. نشغل الدائرة ونشوف عملها شلون راح يتم. طبعا هاي شغلنا الدائرة اول خطوة هنا عندي السي بي يو طبعا ارسل رسالة الى التيرمينال ايش قال له؟ The CPU is ready to
ريسيف كاركتر. يعني شنو؟ يعني نانا السي بي يو هو اصبح ترانسميتر، التيرمينال هي ريسيفر، استلمت هاي الرساله اللي مخزونه بالذاكره مالت السي بي يو. ايش قال له؟ ذا سي بي يو از ريدي تو ريسيف كاركتر، يعني انا مستعد استلم من عندك كاركتر. هذا بالنسبه للسي بي يو يخاطب الفيرتشوال تيرمينال. نانا التيرمينال راح نجاوبه يدز له كاركتر الى السي بي يو. مثلا راح ادز زيرو، راح اضغط على زيرو، السي بي يو ياخذ الكاركتر هذا يخزنه بالميموري ويسوي له بروسيسنج، ومن ثم يعيد ارساله مره ثانيه الى التيرمينال ويعرضه على الشاشه. نشوف، راح اضغط هنا زيرو بالكيبورد واشوف ايش راح يرجع لي على التيرمينال. اوكي، ضغطت زيرو رجع لي هنا واحد، بعد ما اضاف له انكريمنت 1 رجع لي، استلم الزيرو رجع لي واحد، اذا اضغط واحد يرجع لي اثنين، اثنين يرجع لي ثلاثه، وهكذا. اوكي، هاي بالنسبه الى الارقام. الان ابدا مثلا بالحروف، عندي حرف اي، دز لي حرف اي كابيتال رجع لي بي. اوكي، اضغط هنا بي عندي رجع لي سي، دي رجع لي اي، وهكذا، اف رجع لي جي، واي حرف اضغطه يرجع لي الحرف البعد. طبعا هاي اقدر اشيكهن ويا الاسكي كود. هنا انا شكو عندي حرف هو يجيني اللي بعده. مثلا الان راح اضغط علامة، مثلا نضغط من العلامات نشوف اللي يساوي هي 3D، هذا اللي يساوي نشوف البعدة 3E هي اكبر من، راح اضغط هنا مثلا يساوي ونشوف شي رجع لنا، هذا هو اللي يساوي رجع لي اكبر من. ليش؟ نشوفها اللي يساوي هي 3D، يضيف لها واحد ينتقل الى العلامة بعدها اللي هي اكبر 3E، واذا ضغطت الاكبر تنتقل الى 3F اللي هي علامة استفهام. راح اضغط العلامة الاكبر اللي هي اوكي، فرجع لي علامة استفهام. هذه هي الاسكيات. بالنسبة اذا ارجع للعلامات هنا للجدول، مثلا راح اضغط هنا عندي هاش، فرجع لي ورا الهاش رجع لي اي كابيتال. نشوف الجدول شنو علاقة الاي كابيتال ويا الهاش. الهاش هو 40، العفو الات، الات هي ضغطتها 40 فرجع لي الاي. اذا ضغطت الهاش 23 يرجع لي دولار، فراح اضغط الان الهاش اللي هي 23 يرجع لي ال 24. ونلاحظ هذا هو الهاش، هو اضغط من انا هاش اوكي، رجع لي علامة الدولار ساين اضاف لها واحد. هذه الفكرة باختصار، اعيدها باختصار التجربة اللي سويناها من هنا. راح اطفي واشغلها مرة ثانية. اول خطوة، اول ما شغل هنا السي بي يو راح يدز لي مسج، يكون ارسال، يكون ترانسميتر، يدز لنا مسج الى التيرمينال عن طريق اليو اس اي ار تي، طبعا السيريال كوميونيكيشن، يدز مسج the CPU is ready to receive character. هنا أنا دزلنا مسج ال CPU صار ترانسميتر. هنا أنا يكون عندي هي ال virtual terminal، هسه ال virtual terminal راح يرجع يدز لي character، فيكون ال CPU receiver. فقلنا مثلا نستلم رقم، ندز منها 6، اوكي دزيت 6 من الكيبورد فرجع لي 7. طبعا اقدر اعرض الكاركترات اللي ادزها من هنا باستخدام الايجو، ادز مثلا زيرو يدز لي واحد، ادز واحد يدز لي اثنين، وهكذا، ادز اربعه يدز لي خمسه، ادز اي يدز لي بي، ادز جي وهكذا. اوكي، ادز سبيس يرجع لي علامه التعجب اللي هي نشوف السبيس 20. طبعا السبيس هو 20، اللي بعده 21 هي علامة التعجب. اوكي، وهكذا هنا اي علامة اختارها، مثلا اختار الات يدز لي الاي،
اختار الهاش يدز لي الدولار ساين، اذا دز لي الدولار ساين يدز لي البرسنتج، اذا دز البرسنتج يدز لنا الاند، وهكذا. اوكي، اذا ادز مثلا النجمه يدز لي الزائد، شوف العلاقه بين النجمه والزائد بالاسكي كود، النجمه والزائد. اوكي، النجمه هي 2A يرجع لنا 2B، وهكذا. هذه بالنسبه للحروف وللارقام وايضا للعلامات الاخرى الموجوده على الكيبورد. هذه التجربة طبعا هي ريسيفر ترانسميتر، يعني السي بي يو راح يكون هنا مستقبلة ومرسلة في آن واحد. سوينا الدائرة هاردوير وكتبنا البرنامج السوفتوير وشغلناها وشفنا النتائج شلون تشتغل التجربة. وبهذا نكون قد أكملنا هذه التجربة اللطيفة عن الاتصالات المتوالية Serial Communication Interface باستخدام الـ USART 8251. وشكرا جزيلا للاستماع.